انا اللي نبغي نقول الناس حباب راديو مارس، ما كنقول الجمهور، انا بعاتي ما كنقول الجمهور، حباب ناس الغيوان وحباب راديو مارس كنقول لهم عواش مبروكه، ونتمنى ان شاء الله ديما تلقاو راديو مارس عند حسن الظن ديالكم، لا في البرامج ديالها، لا في الندوات، لا في جميع المسائل، وشكرا.